عودة لكم مشاهدينا. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية يلي بيصادف هالأحد بعشرة تشرين الأول، رح نحكي بفقرتنا لليوم عن الصحة النفسية والتوعية منها مع السيدة نادية بدران. أهلا وسهلا فيك نادية بدران، مديرة جمعية العناية الصحية أس إي دي سي. أهلا وسهلا فيك، ميرسي. بداية مدام بدران، بس نحكي عن الصحة النفسية، شو يعني صحة نفسية وشو أهميتها؟ أكيد صحة نفسية هي بتعنينا كلنا، كل الأشخاص من كل الأعمار من كل المستويات، وين ما نكون شو ما نكون عم نعمل، إذا كنا طلاب وإن كنا عم نشتغل وإن كنا بالبيت عم نهتم بالبيت وإن كنا عم نهتم بناس تانيين. وقت بنقول صحة نفسية هون كتير حلو هالسؤال، لأنه في كتير أشخاص بيخلطوا بالصحة النفسية مع الاضطرابات النفسية. الصحة النفسية هي حالة من الرفاه، يعني بيانتر يلي الشخص بيحس انه عنده وبيقدر يدرك انه عنده هالقدرات وهالطاقه انه يقدر يتعامل بشكل افضل مع ظروف الحياه، ومش بس يتعامل بشكل افضل، يقدر يكون عم بيساهم ويكون منتج ويكون عم بيساهم وينشر اذا بدك هالراحه وهالفرحه حواليه، وبيقدر هو كمان يشعر فيهم. مشان هيك كثير بنميز بين الصحه النفسيه يلي هي بتعني كل الناس وبين الاضطرابات النفسية، وقتها بتعني بعض الحالات وقتها بيكون في عنا بعض الأوضاع بيعانوا منها الأشخاص، ممكن تكون لفترة زمنية محددة، ممكن تكون أطول حسب شو الوضع الشخص اللي عم بيعاني منه. لكن الصحة النفسية إذا بدك يعني وقتها نحن منشعر عاطفياً وسلوكياً وذهنياً وفكرياً نكون حاضرين ويكون عنا هالمرونة بالتعامل بظروف الحياة اليومية. يعني الصحة النفسية مش أنه بده يكون في عندك كارثة، لا، الصحة النفسية هي يوميتنا، تنقوم من التخت، نغسل وجهنا، نروح نتلاقى يمكن مع رفقاتنا، نجي على شغلنا، نروح على مدرستنا. يعني قديش اليوم الشخص لازم يهتم بصحته النفسية مثل ما بيهتم بصحته الجسدية وغذائه؟ الصحة النفسية هي بتعطيك هالشعور انه انت عندك عندك وعي، وعندك وعي على قدراتك وعلى طاقاتك، عندك وعي عاطفي لتقدري تعبري عنه. لكن بنفس الوقت الصحة النفسية بمحل معين هي بتعطيك هالثقة بذاتك، تقدير الذات، الثقة بالنفس، انه انت قادرة انك تتعاملي بشكل افضل مع ظروف الحياة شو ما تكون. لانه كلنا بنعرف انه يوميا في عنا ضغوطات بالحياة، وكل واحد حسب هو شو عايش بحياته. مشان هيك الصحة النفسية مش بس انت بتحسي بهالشي، بتعبري عنه كمان. ساعتها انت علاقاتك مع رفقاتك بيكونوا أحسن، علاقاتك مع أحبائك بيكونوا أحسن، بقلب البيت مع أخواتك مع الأشخاص اللي حواليك بيكونوا أفضل، وأنت بتحس أنك قادرة تساهمي بقلب المجتمع. مشان هيك نحن وقت صار في كل هالظروف اللي عم نقطع فيها بلبنان حكينا كتير عن الصحة النفسية. يعني هالعوامل يلي عم تجي من برا الخارجية أو اليومية كلها عم بتأثر علينا سلبا. مدام بدران، يعني اليوم بلبنان مثل ما عم تحكي، يعني بظل الأزمات اللي عم نمر فيها والضيقة الاقتصادية والمعيشية، جائحة كورونا، انفجار مرفق بيروت، كل هالأمور هيدي، يعني اليوم بتحس الشباب عم بحسوا أنه مستقبلهم عم بيضيع بين إيديهم، الأهل بدهم يأمنوا لقمة العيش والعلم لأولادهم والاستشفاء لأولادهم. الصحة النفسية اليوم عم بتسيء بلبنان، إذا فينا نقول يمكن ما عم بيكون في عندهم هالوعي لينتبهوا لصحتهم النفسية، عم يلتهوا بالأمور الحياتية، بيصير في ستريس، بيصير في أنكزايتي، بيصير في كتير أمور عم بتأثر على صحة النفسية تبع الشخص. شو بتقولي بهالسيء؟ ليكي، وقتا منحكي عن الصحة النفسية مثل ما عملنا لها ديفينيسيون بالأول تعريف، أنه أنت قدرتك أنك تكوني أنت مرينة وتتعاملي بشكل أفضل مع الظروف، ومش بس تتعاملي مش لانه مش كل يوم انت، يعني الصحه النفسيه مش انه كل يوم انت عم تدافع عن حالك، عم تدافع، عم تحافلي وعم تحمي حالك، ابدا. هي الصحه النفسيه انك تو انجوي حياتك، انك تفرحي بعلاقاتك، تفرحي بمحيطك، تفرحي بيومياتك، ان كانت اشياء صغيره او اشياء كبيره، يكون عندك هيدي القدره انك تكوني تحسي حالك منتجه، عندك ثقه بنفسك وبذاتك انك قادره انك تعملي هدول الاشياء. مزبوط 100% اللي عم بتقولي، يعني الظروف اللي عم نعيشها يلي هي ظروف خارجيه عنا نحن كافراد، وعم بتكون موجوده ضمن البيئه المحليه مثل الانفجار او الظروف الاقتصاديه،
يعني الهم للمستقبل. هول الظروف كلهم أكيد بيتأثروا بصحتنا النفسية، لكن نحن صحتنا النفسية وقتا منكون قادرين نتعامل معهم ونرجع نفكر فيهم بطريقة مختلفة، ونرجع نعمل نحط خطة لأنه نكون عم نواكب هالظروف الصعبة، ونكون عم نواجهها، ونكون مرنين أنه نعرف كيف نتعامل مع هيدي الظروف ونقدر نحن نكون مسيطرين عليها، بتكون صحتنا النفسية منكون عم نحكي صحة نفسية. نعم. إذا بدك نقول وقتها منكون بالعكس هالظروف أو هالأوضاع يلي حكيتها عنا عم بتسبب لنا الضغط نفسي، أو عم بتسبب لنا نوع يلي بيتدرج بيصير نوع من الأحباط، أو عم يعملنا نوع من القلق وعنده أشاير كتير جسدية ونفسية وعلائقية صحية. كل واحدة منهم وأكيد صحية، هول كلهم بخلينا نقول عم نحكي عن نوع من الاضطرابات النفسية يلي منكون عم نعيشها. ليش منحس بالقلق؟ ليش أنا من عوارض القلق مثلا أنه واحد ما ينام بالليل؟ القلق أو يعمل أوجاع جسدية، أوجاع بالمعدة، أوجاع بالرأس، بينقطع واحد عن رفقاته إلى آخره، هولي كلهم أعراض يعني واحد بتبين عليه بقول أنه هو عم بعيش نوع من القلق أو نوع من الأحباط أو عم بعيش الضغط النفسي. كلنا منعيش ضغوطات كثير نسمع أصلا عاملين ستراس من ذا بيرسين مزبوط، بس هولي كلمات يعني نحن منستهون فيهم ومنقولهم هيك بس نعبر اضطراب يعني في شيء يعني في مزبوط فيه. بس نحن منعبر عنهم نكون عم نعبر تنقول انه مزعوجين. صح، بنستعمل الكلمات اوقات بنخلطها ببعضها واوقات بنضحك نحن وعم نستعملها، لكن وقت بنكون عم نحكي عن انكسيتي، عن انكزايتي، عم نحكي عن ديبرشن، عم نحكي ستريس، هيدا غير موضوع. يعني وصل الشخص طاقته بطل عنده قدره للتحمل، عم تظهر عليه عوارض اعراض جسديه بتدل انه هو ما عم بقى عم يقدر يتحمل الضغط الذهني او الضغط النفسي، عم تترجم بسلوكياته، وسلوكياته عم بتكون انقطاع عن الاصحاب، عم تكون سلوكياته الى علاقه ما بقى بروح على مدرسته، ما بقى بركز، ما بقى بياكل الى اخره. هون صرنا عم نحكي عن نوع من الاضطراب، لكن يومياتنا العادية بتطلع بالسيارة، بتلاقي بحدا بيعصب عليك، بتعصب عليه، هولي حياة يومية. بس كل ما أنت قادرة أنك تتخطيهم، قادرة تتعامل معهم بطريقة أفضل، يعني أنت عم بتعيش صحتك النفسية. وهيدا الشيء يعني إذا بدك كلنا بنسعى له، كلنا مما كان نكون أكيد. الأطفال أكيد. كمان مفروض نكون عم نهتم، يمكن نحن لأنه كبار بنهتم بأنه نوفر لهم كل شيء تقدروا يتعاملوا بشكل أفضل مع هالظروف يلي صح. عم بيعاشوها، لأنه هي بتصير جزء يعني من الحياة. هل لاحظتوا أنه الحالات عم بتزيد بلبنان؟ هل في إحصاءات أنه هلأ من بعد كل شيء صار؟ شو يعني شو لاحظتوا بالجمعية جمعية العناية الصحية أسيدس؟ أكيد نحن في كتير دراسات عملناهم، مش دراسات بدي بعتبرهم مثل assessment، يعني مثل بحث سريع بتشوف الناس كيف عم تتعامل بهيدي الظروف. مشان هيك نحن سنة الماضي إذا بدك بالأول 2020 عملنا دراسة على صبايا وشباب بلبنان بين عمر 14 سنة لعمر ال 24. نعم. وكنا عم نسألهم عدة أنواع من الأسئلة بس نشوف نعمل مثل تقييم لوضعهم النفسي، ولقينا مثل ما كنت عم تعرضه أنه وصلنا لحوالي 360 شخص كلهم عبروا أنه حكيوا عن سايكوسوشال ستريسرز، نحن سميناهم ضغوطات نفس اجتماعية. وهالضغوطات النفسية اليومية يلي عديتيهم قبل بشوي، يعني العلاقات مع الأهل، الوضع الاقتصادي، كورونا. الوضع المالي، الكورونا، شو بدي أعمل بمستقبلي، الضغوطات الدراسية العادية، كلهم هول عبروا عنهم أنه إيه مزبوط هيدول ضغوطات عم بوصلونا بمحل ما عم نعرف بقى نتعامل معهم، وعم نحس أنه كل هالضغوطات أقوى منا صاروا.
نعم. مشان هيك نحن بحاجة إلى دعم، وعبروا الأشخاص إن كان بلقاءات فردية إن كان لقاءات كمان صارت مع الأهل. نحن كمان عملنا لقاءات مع الأهل وعيناهم على ضرورة الانتباه لصحتهم النفسية ولصحة أولادهم النفسية. أكيد. لأنه كل ما مننتبه على هيدا الموضوع بالأول ومنطلب المساعدة ما منتأخر فيها، كل ما منقدر نتجنب الاضطرابات 100%، نتجنب تفاؤم هالوضع تما يسبب لنا اضطراب ويسبب لنا عجز بقدرتنا على التعامل مع هالظروف. يعني الصحة النفسية لطالما كانت موضوع هيك تابو بتحس بلبنان، وشوي شوي مع الأيام عم يرجعوا العالم ينفتحوا على الموضوع، عم بيصير في توعية حول الموضوع، لكن يعني شوي بعدنا بنلاحظ أنه هيك في كتير ناس بتستحي تحكي أو أنه بتفكر أنه عيب إذا أنا بعاني من شيء اضطراب نفسي. شو بتقولي بهالسياق؟ قد ايه مهم اليوم أنه الشخص يلي بيعاني من اضطراب نفسي أو حاسس حاله عم ببلش بحالة معينة أنه يحكي؟ أكيد. ليك وبرجع بقول أنه نحن أوقات لأنه المفهوم، إذا بدنا نقول الكونسبت، المفهوم تبع الصحة النفسية كتير ما كتير بنحكي فيه، يمكن من 4 سنين لليوم أو أكتر شوي، لأنه صار في عنا برنامج وطني للصحة النفسية بلبنان، صار في اهتمام وصار في توعية أكتر، وحتى صار في إذا بدك تشجيع لكل الجمعيات بلبنان أنه يحكوا صحة نفسية، حتى الحملة تبعهم بيوم من الأيام كانت خلونا نحكي صحة نفسية، صح. لحتى نبسط الأمور أكتر. ومش أنه وقتا منحكي صحة نفسية دغري بيجي عبالنا اضطراب نفسي، يعني هذا الشخص مش عم يقدر يركز، هذا الشخص بده مستشفى، هذا الشخص أو مجنون بنستعمل عبارات سلبية، صح. جنون، ومنصير النكت، يعني بنستعمل مصطلحات فيها أذية، صح. للشخص. كتير تميز إذا بدك بالتعريفات وقدرنا نفصل الصحة النفسية شو والاضطرابات النفسية شو. حتى قبل كان في مصطلح يقولوا له أمراض عقلية، أمراض نفسية، اليوم صرنا نقول اضطرابات، لأنه هيدا الشخص عم بيعيش حالة، ممكن هيدا الحالة إذا بيخذ لها علاج خاص عند طبيب متخصص، ويمكن ما بده علاج خاص، يمكن بس بده أنه يتعلم تقنيات تيعرف يتعامل مع هالظروف بشكل أفضل من خلال معالج نفسي أو متخصص. أكيد ودايما نحن منشدد على التخصصية، بيقدر يحس حاله أحسن. مشان هيك كتير مهم نحن قبل ما نغرق إذا بدك بهالمصطلحات اللي لازم نعرف نعرف عنهم ونفصلهم. مشان هيك وقتا منحكي صحة نفسية هي كل الناس لازم تحكي صحة نفسية، وكلنا لازم ننتبه لصحتنا النفسية. ونهار يلي منحس إنه نحن بطل عنا ثقة بقدرتنا، بطل عنا ثقة أنه نحن قادرين نتعامل بمرونة مع هالظروف الصعبة والضغوطات اليومية العادية يلي عم نقطع فيها، مش انفجار، مش كارثة بيئية، مش انفليشن ووضع اقتصادي متردد، مش هو عم بحكي عن الحياة اليومية العادية، مية بالمية هولي، عندي فحص عم بدرس له، عم فتش على شغل ما عم لاقي شغل، مش عم تزبط معي من الأول، هولي كله بخربطوا لنا صحتنا النفسيه، بتخانق مع رفقاتي، بتخانق مع ناس بحبهم. هون كون انا وقتها بحس انه خلص عم بيصيروا اقوى مني، ما عم بقدر اتعاطى، ما عم بقدر اتصرف، ما عم بعرف فكر حتى اتصرف، صح. عم بتاثر على تواصله مع الناس، صار تواصله فيه حديه، في عدائيه، الناس عم بيقولوا لي شو بك انه طول بالك، ما حكيناك شيء. هول انا لازم هون اطرح علامه استفهام، ارجع لورا، حس طب انا ليه هيك عم بيصير معي؟ هل انا لوحدي بقدر اتصرف؟ ما بقدر، بروح بلجا لاختصاص. هون ساعتها بروح لحدا متخصص. كيف نعرف اي اختصاص بدنا ننقي؟ اكيد الاختصاصات العلاج النفسي يلي موجودين اليوم، يلي هن متخصصين بالجامعه ليقدموا هيدي الخدمه. في واحد يلجا كمان لمؤسسات اجتماعيه، لانه هي من خلال مؤسسه الاجتماعيه مثل SIDC او غيرنا كمان بيقدموا هالخدمات الصحيه النفسيه للاشخاص من اشخاص متخصصين. والاهل كمان طبعا. حكينا قبل وبرجع بشدد انه الاهل وقت بينتبهوا على اولادهم، على تصرفات اولادهم، على غذاء اولادهم عم يتغير، على تعاملهم بالبيت، على الالفاظ يلي بيستعملوهم، القلق، عدم النوم، انتاجيتهم بالدراسه اذا كانوا بعدهم بالدرس او بالشغل او بعلاقاتهم، مفروض هن يطرحوا هالموضوع، ما يخجلوا،
حكيت قبل بشوي انه نحن من كثير بنعمل وصمه وتمييز وبنستحي نحكي وبنخبي، لانه هيدا شيء عادي وطبيعي، والا ما بنكون بشر. يعني اذا ما كنا نحن افراد او اشخاص بنحس بالعوامل اللي عم بتصير، يعني نحن بلا احساس، يعني نحن مش بشر وعم نتفاعل بطريقه عاديه. مشان هيك عادي الانسان يحس حاله overwhelmed، يعني القصص يعني صارت اقوى منه، عادي يحس هيك، بس مش عادي يترك حاله، ومش عادي ومش انه ما يطلب مساعده، لانه وقتها بتترك الاشياء انها تصير اقوى منه بيغرق فيها. يعني مثل وقتها بتعبي الكبايه بيقولوا لك بتفيض مفهور. الكبايه صح. بدك تعرفي كيف تنزلي منها المي وتعرفي كيف تفضيها شوي شوي وبطريقه ايجابيه. هيدي كمان بحب شدد عليها، الطريقه الايجابيه. مدام مدرام، بجمعيه العنايه الصحيه اقمتوا حملات عديده للتوعيه من الموضوع، خبرينا اكثر مين بتستهدفوا بهالحملات؟ نعم. قدمهم انه توعيه المجتمع، توعيه الاهل، توعيه الاولاد، يمكن كمان بالمدارس بالجامعات. شو بتقولي بهالحكي؟ صحيح. نحن لانه بنشتغل على قضايا معينه مثل الصحه الجنسيه، الصحه الانجابيه، بنشتغل كمان وعندنا خدمات عن الصحه النفسيه وعن المخدرات كمان للاشخاص يلي بيستخدموا مخدرات. نحن وقتها كنا عم نتوجه للاشخاص، توجهنا بظروف كانت كثير صعبه نحن كلنا عم نعيشها وعم بتزيد على الضغوطات. توجهنا بالرساله لكل الاشخاص، الصبايا والشباب يلي عم يقطعوا بظرف صعب وحابين انهم يعبروا، حابين يحكوا مع حدا متخصص بهالظروف الصعبه اللي عم يقطعوا فيها تيقدروا يتخطوا هالمسائل. نحن توجهنا لهالقمر. مشان هيك نحن كثير بنهتم بالصبايا والشباب من عمر 14-15 سنه، يعني المراهقين والمراهقات، لعمر 27-28. اضافه لهالشيء نحن نهتم اذا بدك بحالات شوي خاصه اكثر، في كثير صبايا وشباب ليقدروا يطلعوا من هالظروف والضغوطات النفسيه بيلجأوا للتعبير او بيلجأوا لمواد. حكينا فيها هذيك المره عن مواد بتاثر عليهم سلبيا كمان يلي هن المخدرات، او بيقوموا بسلوكيات ممكن تعرض حياتهم لخطر. نحن هالفئه من الشباب كمان بنهتم فيها وبنجرب من خلال البرامج اللي عندنا ومن خلال النشاطات نوصل لها رسائل توعيه ووقايه، او نقدر كمان نتواصل مع الاهل تهني يهتموا فيه. بالسنين السابقه اقمتوا حمله مش غلط، رح نحضر فيديو شوي اكثر لنعرف عنها ونرجع نحكي. نعم. ييه هيدا يوسف عم بدق لي لشليته بنق كتير. ايه ما جمعت الماضي ببريك الجامعه ولك ما سكت، صايرين اخبار ودراما كتير، لك يا محن المسلسلات. ايه بتذكر، بتحسوا بضل مهموم بشرفكم، ما تعزموه وتقولوا لي جمعنا على السهره بكره، صاير عم بضيق لي خلقي كتير. اصلا سمعتوا اخر خبريه؟ قلت لي عم يشوف معالج نفسي، هيئتهم طقع عقلاته على الاخر. الاضطرابات النفسيه اضطرابات شائعه، بيتعرض لاي شخص باي مرحله من حياته. التعليقات السخريه والانتقادات مأزيين. استعلم عن الاضطرابات النفسية حتى تتفهم يلي عم بيعاني منها. إذا أنت أو بتعرف شخص عم بيعاني من اضطرابات نفسية وبحاجة لدعم أو مساعدة، اتصل فينا على الهوت لاين 760-228-221. مدام نادية بدران، تفضلي فسرينا شوي اكثر على الفيديو وخبرينا عن الحمله. اي نحن كنا مش حمل اكثر برنامج اشتغلناه لفتره سنه تقريبا، وبلشنا فيه من وقت اذا بدك اخر 2019 او بال 2019 كملناه لاخر 2020. هول الفيديوز قصدنا انه نعملهم لانه كثير لاحظنا انه في كثير معتقدات خاطئه تجاه الاشخاص يلي عم بيعانوا من اضطرابات نفسيه. ما عم نحكي عن صحة
الصحة النفسية بشكل عام، عم نحكي عن اضطرابات نفسية وكيف صبايا وشباب بيكونوا في سخرية كتير، في انتقادات لازعة، في اتهامات لهيدول الأشخاص وفي أحكام عليهم. هيدول ما بيساعدون أبدا يطلعوا من الاضطراب، بالعكس بيزيدوا هيدا الاضطراب وبيبرهنوا أنه نحن كمان كأفراد عم نساهم بهالمعتقدات الخطأ، أنه نحن جاهلين بهيدا الموضوع ونحن تصرفاتنا تأذي الغير لكن كمان عم تأذينا نحن، لأنه نحن مش عم نعرف نتصرف، عم بتنم أنه نحن أشخاص ما عنا اطلاع عن هول المواد. مش هيك كتير ركزنا بقلب هيدي الحملة نزيل المعتقدات الخاطئة ونعطي فرصة لهالإنسان يرجع يطلب المساعدة، ونحن كرفقة لإلهم كنا بالجامعة أو بالمدرسة نشعر فيه، نشعر بهيدا الشخص وندعمه بيواكب المساعدة المتخصصة، لأنه بدأ التزام كمان من الشخص. إذا نحن كنا كتير سلبيين وسيئين تجاهه ما بندعمه أنه يلتزم بعلاجه إذا كان هو عم بيقوم بعلاجه. رح نشوف صور كمان عن الحملة هيك بتفسري لنا أكتر عنا عن التوعية من خلالها. إذا فينا نشوف الصور بليز. هيدا الحملة انه مش غلط، مش غلط تطلب خدمة ومش غلط انه تقدر. وهيدي كمان ليش عم نقول، ليش انا ربطناها بمواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا. نحنا كتير أوقات منلجأ للسوشيال ميديا تناخد معلومات، هيدي شغلة. لكن الشغلة التانية أوقات كتير لأنه عم نقطع بظروف صعبة منقوم بسلوكيات أو بتصرفات منندم عليها بعدين. مشان هيك في كتير أشخاص أوقات منتواصل معهم عن طريق السوشيال ميديا بيهمونا أنه هنا أشخاص بدهم يساعدونا، بكونوا أشخاص عم يستغلونا. مشان هيك كان واحدة من القصص مش غلط أني أطلب مساعدة، لكن أعرف وين أطلب مساعدة ومن مين وشو هو، شو إذا بدك شو خلفية الشخص يلي عم بطلب منه المساعدة. عم نشوف صورة تانية كمان، يعني مثل ما شفنا بالفيديو أنه تفكر قبل ما تحكي أنه الكلمة بتجرح وبتأذي 100%. هولي وليش عم نستعمل هيدا التام كمان نفس الشيء مثل الفيديو، أنه حكينا أوقات وتنمرنا، التنمر البولينج يلي منعمله على الأشخاص إذا كانوا هنا عم يقطعوا. نعم. بيأثر عليهم أكيد، بيأثر عليهم سلبيا وما منكون عم نساعدهم، بالعكس منكون عم نزيد لهم مشكلتهم. لأنه يعني نحن كيف بلشت معنا الصحة النفسية أو هالاضطرابات اللي عم نعيشها من وراء هالأوضاع اللي ما عم نعرف نحن نتعامل معها منيح، بتصير تزيد وما عندنا طاقة عليها. إذا أنا من الأشخاص البولير يلي عم بعمل هالبولينج وعم بعمل بولر، عم بعمل هالتنمر على الأشخاص، يعني ما بكون عم ساعدهم. وبكون أنا إذا هو تنقول عم ياخد علاج، عم بحس بوضع معين، بصير أنا بدي صوره بطريقة أنه مهزلة أو أضحك عليه، كمان كله هولي بقدر أوصل له. وهون بتشوفي بالأخير كيف كنا أنه عم نشجع دائما للتواصل مع ناس متخصصين. أيضا ضمن هالحملة توجهتوا للمراهقين وللشباب بسلسلة فيديوز. مزبوط. رح نحضرهم ورح نحكي عنهم بعدين. تنمر مباشرة أو غير مباشرة عبر الفيسبوك، إنستغرام والواتساب عطول بيكون تصرف مؤذي وبيأثر على الصحة النفسية للشخص، وممكن توصله لحالات من الاكتئاب، القلق أو التفكير بالانتحار. تمنع الشخص عن المشاركة بالنشاطات، تستفزه، تهدده أو تستغله، مش مسحه وبتقطع. ما ترد أو تجادل الشخص يلي عم يتنمر عليك، تشجع، ما تتردد واحكي مع شخص بتوثق فيه أو مع اختصاصي، مش غلط. للمساعدة والاستفسار اتصل فينا على الهوت لاين 76-028-221.
عصبية ممكن يواجهوا ضغوطات نفسية، ممكن يحسوا بعوارض مختلفة مثل التعب، صعوبة التركيز، القلق، قلة الثقة. الأكل بانتظام، النوم، النشاطات البدنية والدردشة مع ناس بتوثق فيهم بتساعدك لمواجهة هيدي الضغوطات. اهتم بحالك وبجسمك مش غلط. للمساعدة والاستفسار اتصل فينا على هوتلاين 760-282-221. شاب أو صبية ممكن يواجهوا صعوبة بالتواصل مع عائلتهم أو أصحابهم. عبر عن موقفك أو رأيك واسمع لرأي غيرك. جرب كمل الحديث وطلب تفسير مش غلط. للمساعدة والاستفسار اتصل فينا على الهوتلاين 760-282-221. السلبي بالمراهقة بيخلي البنات والصبيان يعملوا تصرفات تعرضهم للخطر، لأنه بعضهم بمرحلة نمو فكري فيزيولوجي واجتماعي. فكر هل هالشي لمصلحتك؟ درب كيف تتعامل مع مشاعرك وعواطفك، خد قراراتك بعيد عن ضغط أصحابك، واجه وقول لا مش غلط. للمساعدة والاستفسار اتصل فينا على هوتلاين 760-282-221. مدام مدران، شفنا بالفيديوز يعني كيف الضغط من المجتمع، البولينج، كل الضغوطات الخارجية بتأثر على الصحة النفسية. خبرينا أكثر عن هالموضوع. أي صراحة هول المواضيع يلي عرضناهم بالفيديو اجوا من وراء هالأساسمنت اللي حكينا عنه قبل، ويلي برهنا أنه أكثر أربع عوامل سايكوسوشال ستريسرز نحن سميناهم يلي بعينوا منهم الصبايا والشباب بلبنان، هن عدم التواصل مع الأهل، هن الوضع الاقتصادي للأهل كيف عم بيأثر عليهم وعلى تلبية مستقبلهم إلى آخره. حكينا عن البولينج ويلي شفناه كمان التنمر، والبير بريشر أو ضغط الأقران. هول الأربع مواضيع الأساسية يلي تكررت إذا بدك أثناء قيامنا بهالتقييم مع الصبايا والشباب، وبرهنوا انه هول الاربع اوضاع او اربع كونديشنز هن كثير عم بيأثروا عليهم وعم يعملوا لهم هالضغط النفسي. وشفنا بالفيديو انه ضغط الاقران اوقات اذا نحن بظرف ما بنعرف نقدر نواجه ضغط الاقران مزبوط ويحمسونا نقوم بسلوكيات بتعرض حياتنا لخطر، هيدا ممكن انه يأثر على حياتنا اليوم وبعدين. أحكينا عن البولينج والسايبر بولينج خاصة وقتها بيصير في ابتزاز ونوع من انتهاك الخصوصية الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف أوقات الصبايا والشباب وكتير منسمع بحالات من هالنوع بيقدروا يستغلوا هالوضع تجاه الصبايا والشباب، وحتى هيدا الشيء بيخربط لهم حياتهم للأشخاص يلي بيعينوا منه. حكينا عن التواصل مع الأهل، وهون منرجع منشدد مثل ما كنا عم نحكي من قبل انه قديش الاهل لهم دور انه يخصصوا وقت
لأولادهم خاصة بفترة المراهقة، لأنه الصبية أو هالشاب اللي قاعد بده يحكي معهم ما بده يشوف أهله على طول، يا أما بالشغل أو على التليفون أو ملهيين، ويمكن ملهيين بشيء لإله بالنتيجة، بس هو بده وقت، بده عاطفة، بده قعدة، بده دردشة مع الأهل. بس قديه كمان كتير مهم، يعني حكينا عن ضغط الأقران وحكينا عن السوشيال ميديا كيف بتأثر وكيف بيعملوا بولينج لبعض، قديه مهم الأهل يوعوا أولادهم مش بس إنه يحموا حالهم، بل كمان إنه هن ما يمارسوا هالضغط على رفقاتهم. 100% وهون مش بق يعني مثل ما عم بتقولي كتير مزبوط، إنه الأهل عندهم دور يوعوا أولادهم إذا تعرضوا لإلها كمان كيف إنه ما يخافوا وما يخجلوا يخبروا أهلهم، لأنه رح يضل الشخص البالغ يعرف يتصرف بهالوضع أكثر من الشاب والصبية، وخاصة إنه هو أو هي بيكونوا مشغولين يعني شاعرين بالذنب ومستحيين وخجلانين من نفسهم كيف عملوا هيك وما بيخبروا، مشان هيك الأهل لازم على طول يكونوا عم بيشجعون يخبروا حتى ولو صارت هيدي معهم، لأنه الأهل رح يعرفوا يساعدون يفكروا كيف يطلعوا منها ويدعمون، رح يحسوا بالقوة. نفس الشيء انه ما يمارسوا هالشيء على رفقاتهم، والاهل يلي حسوا انه اولادهم هن عم بيكونوا عم يعملوا البولينج على 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 الاخرين لازم ينبهون ولازم يوقفون عند حدهم، لانه كمان الشخص يلي بيقوم بالتنمر هو شخص بده مساعده، اكيد كثير لازم جاي من محل ثاني 100%، وخاصه انه هو بيكون بفكر حاله انه هو قبضاي عم يعمل تنمر، هو بيكون كثير ضعيف مشان هيك عم يعمل تنمر، وهو يلي بده مساعده مثل الأشخاص الثانيين. مدام بدران، كيف بتساعدوا الأشخاص من خلال جمعية العناية الصحية؟ شفنا أنه في هوت لاين، هلأ إذا فينا نشوف الصورة اللي عليها الرقم. نعم للمساعدة. نحن المركز عنا بيقدم دعم نفس اجتماعي ودعم نفسي للأشخاص أو للصبايا والشباب والمراهقين كوقاية لما ينجروا على سلوكيات بتعرض حياتهم للخطر مثل استخدام المخدرات وغيرها، أو يقوموا بسلوكيات أو بعلاقات جنسية بعدين يكونوا عم بحرضوا حالهم لأمراض أو التهابات منقولة جنسيا. نحن من خلال الخدمات اللي عنا، في عنا أشخاص متخصصين معالجين نفسيين متخصصين موجودين حتى يقدموا الخدمة. الخدمة يلي نحن عم نقدمها من خلال فريق عمل متخصص، وعم نقدمها أونلاين، يعني الأشخاص بنقدر نتواصل معهم أونلاين، سميناها نحن تيلي منتل هيلث، أو بقلب المركز بيقدروا يجوا. وأكيد كل الأشخاص يلي بيجوا لعنا بيكونوا تحت السن، على طول نحن بنطلب موافقة من الأهل، حتى كتير منركز على أهمية الأهل ودور الأهل حتى للأشخاص يلي هن فوق السن، يعني فوق 18 سنة، لأنه كلنا بنعرف المحيط بتاخدي منه دعم مثل ما بتاخدي منه ضعف، بقى كل ما المحيط حدك يكون داعم كل ما انت كمان بتتحسن صحتنا النفسية. ولكن بنرجع للتعريف يلي بلشنا فيه بالأول. مدام بدران، كلمة أخيرة إليك قبل ما نختم حلقتنا. يعني اليوم يعني بيوم العالم للصحة النفسية، ما منا ننطر سنة تننتبه لحالنا، مفروض يوميا وكل ساعة بساعتها نكون منتبهين لحالنا، يكون عندنا وعي لجسمنا لتفاعله مع كل الأحداث اللي عم بتصير حواليه، لحتى ما مثل ما بنرجع لمثل الكباية تفيد الكباية ويصير بدنا مساعدة إضافية خارجية. نحن منقدر نساعد حالنا ومنقدر نتمتع بحياتنا لو شو ما تكون الظروف حوالينا، وهيدي القدرة إذا عم نحس ما عنا إياها بقى وبيلزمنا مساعدة ما نتأخر ندق باب المساعدة. وفي كتير أشخاص متخصصين، وفي كتير جمعيات بتساعد من جمعية العناية الصحية وغيرها. شكرا لك نادية بدران، مديرة جمعية العناية الصحية. أسئلة سهلة وسهلة فيك. شكرا لك. مشاهدينا، فاصل ومنتابع حلقتنا.
Mom.